بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بضيفنا الكريم. طبعا ضيفنا الكريم يعني جه مشوار كبير من القاهره لحد المحموديه بحيره، واحنا بنتشرف بيك، والمحموديه كلها منوره والبحيره كلها منوره بيك. وانا مش هعرفكم بيه، هو هيعرفكم بنفسه وهيقول لكم سبب الزياره بنفسه. النهارده على فكره فيديو قيم جدا، هنتعرف على شخصيه محترمه جدا، انا شخصيا سعيد جدا بالتعرف اليها. اتفضل عرفنا بنفسك، قول لنا سبب الزيارة، وقول لنا ليه انت زرت قناة وفر في بيتك منوعات تحديدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوك مصطفى يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله لك وقت الابلاء محتوى القناة عند حضرتك حاجة طيبة، وربنا ينفع بيك كمان وكمان. عجبني ان عند حضرتك الفكر البسيط الجميل، ان احنا من اقل تكلفة بفضل الله عز وجل نقدر نعمل انتاج كويس، زائد زي ما بيتقال كده بصيغه كلام العوام الناس البسطاء، ان احنا نقدر ننتج من الفسيخ شربات ما شاء الله. فاعاده التدوير عند حضرتك ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يزيد كمان وكمان. حضرتك من اقل شيء عملت حاجه طيبه جميله، واستغليت ما شاء الله مساحه حتى بسيطه في انتاجيه، ان انا على الاقل احقق اكتفاء ذاتي لبيتي ولاسرتي، وابدا انفع الناس البسطاء اللي هو مش عارف يعمل اي حاجه في حياته، فيبدا من خلال انه يتابع حضرتك او بفضل الله حد ينصحه زي حضرتك مثلا، او حد زي شاف لك مقطع او حاجه فيقول له اتفضل عندنا تجربه ناجحه اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. من اقل حاجه بقى عنده الانتاج اللي يعمل له اكتفاء ذاتي، ومش بس ليه كمان ينفع الاخرين. بفضل الله عند حضرتك الزراعات جميله جدا التقليديه، يبقى انا وفرت اكلي وشربي وبيتي وكلها حاجات عضويه طبيعيه جوه البيت، وفي نفس التوقيت من خلال اعاده تدوير المخلفات اللي خارجه من عندي من خلال طيوري ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبعض الحاجات اللي انا قائم على تربيتها. ربنا يزيد ويبارك كمان وكمان يا حبيبي، ربنا يوسع عليك. بسم الله. طبعا ابو جورية يعني بيشكر وبيمدح زياده عن اللزوم، وانا بشكره على هذا المدح وعلى هذا الاطراء، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ابو جورية، انت قررت ان انت تسيب المدينه وتخوض تجربه. نعم. التجربه دي ايه باختصار؟ وكلمنا عنها، وبإذن الله هنتابع مع بعض التجربة بتاعتك. نعم. وبإذن الله رب العالمين احنا عاوزين ناس كتير جدا بتحلم هذا الحلم. هتقول لنا الحلم بتاعك ايه؟ وبتحلم بايه؟ وايه التجربة بتاعتك؟ باختصار شديد جدا، عشان احنا بإذن الله عاوزين نتابع معاك التجربة دي خطوة بخطوة، عشان تبقى بإذن واحد احد قدوة ومثل اعلى للناس اللي عاوزة تهرب من زحام المدن لسعة ومراحل الريف. اتفضل. ربنا اكرمنا بفضل الله، وبقى في عندنا قطعه ارض، مش شرط نقول مساحتها دلوقتي لحد ما ربنا عز وجل يرزقنا من خلالها، وبعدين نبدا نعمم التجربه بالتعاون مع اخ فاضل زي حضرتك والقنوات الباقيه ان شاء الله يدعمونا من الناحيه دي، واللي نقدر ننفع به الناس قبل ما ننتفع احنا، يبقى بفضل الله نبقى حاجه نافعه لنفسنا وللمجتمع للاخرين. قطعه الارض دي في الفرافره تحديدا في منطقه اسمها سهل بركه، بفضل الله هي لازالت لسه صحراء جرداء، ان شاء الله هنبدا نعمل فيها البنية التحتية وثم الإنشاء بفضل الله، وبعد كده من رحمة الله عز وجل أول ما نتوسع ونبدأ نكبر مع بعض، يبقى نقول للناس تعالوا حطوا إيديكم في إيدينا، واللي عنده فكرة يقدر يقدمها وينفذها، الأرض مفتوحة للجميع، بالرغم إن هي يعني في ناس هيقولوا الله دي أرض خاصة بيك، لا دي أرض الكل مش أرضي أنا، لأني متمني إن ربنا يرزقني. طبعا سامحوني إن قلت متمني، ارجو على الله عز وجل، ان طبعا اصحاب الامانيه هم المفاليس، فربنا يحفظنا اياكم من ذلك. عايزين الموضوع ده يكبر ان شاء الله، نمتلك الفرافره اللي هي مساحتها، الفرافره ايه محافظه الوادي الجديد اللي هي ما شاء الله لا قوه الا بالله مساحتها تلتين جمهوريه مصر العربيه، ده غير الفوائد اللي هناك من سياحه علاجيه، ده غير ما شاء الله لا قوه الا بالله من الحاجات السياحيه الجميله اللي من ضمنها رمال صحراء بيضاء وسوداء، وما شاء الله لا قوه الا بالله في عندنا مياه معدنيه، نسبة المية هناك مع الجو الجميل بدون رطوبة، المية هناك نسبة الملوحة فيها أقل من نهر النيل العذب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي كبداية بنية تحتية إن شاء الله، بعد ما نأسسها نبدأ نخش في ما شاء الله خطوات النجاح، وطبعا ببركة دعائكم إن شاء الله بمشاهدتكم لينا، واللي حابب يدعمنا ويجي بنفسه يزور المشروع من بدايته هو لسه كده على الأرض، مستعدين بفضل الله عز وجل نحدد ميعاد من خلال اذا كان عاوزين ننشر التليفون تحت امركم للتواصل، وربنا يرزقنا اياكم الخير ان شاء الله ويجمعنا بكم على خير قريب.
طبعا اتكلمنا انا وانت وسيبنا العمر الصغير ده قاعد كده بيتفرج علينا واتعرفنا بنفسك وقول لنا انت جاي ليه اصلا. انا عشان انا اسمي عادل وانا جيت عشان جيت مع ابي عشان انا بحب ان اروح معاه في كل حته عشان بتعلم منه فاطلع خبره منه يعني. وبتحب الفرافه؟ رحت الفرافه؟ اه رحتها مره. ايه رايك في الجو ده؟ لا بصراحة الجو حلو والمية طعمها حلو والزرع طعمه جميل بصراحة. تمام. مبسوط ان انت جيت المحمودية؟ مبسوط والله. اهلا وسهلا بكم. وعشان يبقى الفيديو يعني مثمر والناس كلها تستفيد احنا هنا في قناة وفا فتك منوعات قمنا بعدة تجارب. التجارب ديت يعني كانت الهدف الاساسي منها توفير المنزل، ولكن بعض هذه التجارب تصلح ايضا للمزارع وتصلح ايضا للاراضي المفتوحه وخاصه في مجال تربيه الدواجن. وانا كنت اقترحت على بجوريه اقتراح، قلت له انت عشان توصل لانتاجيه عاليه من الارض لازما التربه الرمليه دي يحصل لها عمليه تسميد، وافضل انواع الاسمده هو التسميد بمخلفات الدواجن بلا استثناء، دي حاجه عالميه معروفه، ولكن بيجري عليها بعض التعديلات وبعض الكائنات الحيه اللي بتخش عليها زي الدودو الابيض الريد ويجلر والتايجر وورم. ودي التجربه اللي احنا عملناها هنا في البيت عندنا ونجحنا فيها نجاح كبير جدا في انتاج الاسمده المختلفه زي اسمده الفيرمي وتسميد بالكومبوست المتحلل تحلل كامل. كل ده هنناقشه مع بعض في الفيديو النهارده. فالنهارده هيبقى فيديو مثمر جدا، وكمان عاوز ادي فكره لكل متابعي القناه وابو جوريه عن اعاده التدوير واحنا عملنا ايه وازاي قدرنا ناخد مخلفات ممكن ما حدش يلتفت اليها اصلا حولناها لشيء متميز جدا وفرت لنا مبالغ كبيره. ابو جوريه وعادل هتشرفونا فوق. طبعا ريكس هيقابلكم المقابله السعيده زي كل مره، بس انتوا بتخافوا من ريكس؟ لا بفضل الله ده حبيبنا، مفيش اي مشاكل. بفضل الله. يلا بينا نشوف التجربه بتاعتنا مع بعض ونشوفهم. اخويا الفاضل مصطفى هيعلى يقول ايه، واللي هيصورنا النهارده عادل، فاسمحوا لنا بقى النهارده يعني لو في اي اخطاء في التصوير يبقى ايه نسامحه عادل. واللايك النهارده ليك يا ابو مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في اولادك ويبارك في مشروعك، وباذن الله تكون من المشاريع الرائده الناجحه، وزي ما انت وعدتني قلت لي باذن الله هتبقى التجربه ديت معممه عشان الناس كلها تستفيد منها. نعم. سواء كانت اخطاء او نجاحات. نعم. هنتجنب الاخطاء ونركز على النجاحات. والشفافية بإذن الله، وبإذن الله تكون تجربة رائدة لتعمير الصحراء. يلا بينا نتابع بعض التجارب اللي احنا عملناها عندنا في البيت. التجارب بس احنا عايزين نوصل من خلال التجارب دي للنجاح بإذن الله. بإذن الله. يلا بينا. يلا بينا. أهلا وسهلا بك. ربنا يبارك. هدخل بس ديك الهندي. يلا 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 خش يلا خش يلا خش يلا خش 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 خش. وهنطلع ليه الفيومي عشان ياخدوا وجبه متميزه من الديدان اللي ايه البيضه. نرجع ورا وزي ما وعدنا المتابعين هنتكلم عن اعاده التدوير. نعم. وانا قلت هنديك نموذج في اعاده التدوير، وقلنا اتكلمنا قبل كده ولينا فيديوهات كتير جدا في القناه عن استخدام الاسمنت على كده عدول ومخلفات القماشه في عمل سطح صلب قوي. والطريقه كلها موجوده في القناه بمنتهى البساطه. واحنا هنا استخدمنا زي ما انت شايف اخشاب مستعمله، قماش قديم مستعمل، واخد بالك كلها اشياء مستعمله. نعم. واستخدمنا كمان في عدد التدوير المخلفات الدواجن نفسها. نعم. في انتاج الدود الابيض، واستخدام المخلفات النباتيه في انتاج الفيرمي من خلال تربيه ديدان الريد ويجلر والتايجر وورم. هنا شايفين ده انتاج النهارده من الدود الابيض كميه كبيره جدا ما شاء الله. كل ده هيروح غذاء لكل انواع الدواجن اللي بتديها قوه وبتديهم مناعه يعني. وقلنا قبل كده الفيرمي. طيب من خلال ملحوظتك اللي انت شايفه ده، هل احنا والسؤال اللي انا هطرحه عليك دلوقتي، هل احنا محتاجين تكلفه عاليه قوي عشان نعمل الشغل ده ولا انت شايفه؟ لا ده باقل تكلفه ما شاء الله، وانتاجيه ربنا يزيده ويبارك، انتاجيه عاليه اللهم بارك. يبقى احنا عندنا زي ما دايما قلناها في اول الفيديو، احنا بنطلع من الفسيخ شربات ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يزيدك. الله يخليك. انا اتمنى ان انت تجربتك ديت انت تعممها ان شاء الله، وباذن الله احنا متابعينك
واحده واحده الى ان نصل باذن الله لاعلى انتاجيه. وزي ما قلنا احنا هنبدا مع بعض تربيه الدواجن وهنأجل المواشي شويه لاسباب. ايه هي الاسباب دي؟ الاسباب دي ان احنا حاليا امكانياتنا على قدنا، فيبقى عايزين زي ما قلنا وده موجود في كل البني ادمين يخفضوا مصروفاتهم ويزودوا دخلهم. طيب لما انا يبقى عندي اعاده تدوير او معايا مبلغ بسيط، فنقول للناس اللي عندها طموح وشايف ان هو في ناس من سرقه الاحلام ربنا يهديهم مصبتين يقولوا لا ده انت داخل على مشروع ضخم وهيحتاج بنية تحتية عالية وتكلفة كبيرة وممكن تقع معاذ الله في الربا انك انت تروح تاخد قرض من بنك او حاجة، او معاذ الله ما تلاقيش حد يقف معاك. لا، استعين بالله عز وجل اولا، ثم باهل الثقات واهل الخبرات والتخصص امثال اخويا باسم نحسبه على خير ولو نزكيه على الله، نافع لنفسه ونافع للجميع ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما بيعزش نفسه عن اي حد. ما شاء الله لا قوه الا بالله، من اول اتصال رد عليا، بالرغم ان هو احيانا بيقول في الفيديوهات بتاعته لا انا احيانا مش فاضي ان انا ارد، وده نظرا لانشغاله اولا عمليا، ربنا يعينه ويوفقه، هو بيقدم رساله مع يعني هننكش كده حته فيها لمسه قلب، انه ما شاء الله بيتعامل مع تلاميذ عندهم توحد. ربنا يعينك ويجعلك معان على ما قامك عليه. ثم بعد الوقت اللي هو بيبقى مضغوط فيه من ناحية المجال بتاع العمل، هو ما شاء الله لا قوة الا بالله من خلال مخلفات البيت عمل مش تجربة، لا هو عمل نجاح ما شاء الله، من نجاح لنجاح، ربنا يزيد ويبارك. اما اهل التجارب دول اللي هم اللي احنا بننصحهم دلوقتي في تقديم محتوى بسيط وبدايات قليلة، اللي هو تكلفة بسيطة بفضل الله عز وجل مش ضخمة، وهيبقى عندنا إنتاجية عالية، وحتى إن كان في بعض المخاطرات أو زي ما بيتقال ريسك في إن أنت يبقى عندك خسائر، إن شاء الله هتبقى بسيطة ومحدودة، وفي نفس التوقيت هيبقى عندنا شفافية في كل حاجة إن شاء الله. رسالة بوجهها لكل متابعي القناة، بقول لكم مفيش حاجة توقفكم إن شاء الله، مفيش صعوبة توقف جنبكم. نعم، كل الأمور بسيطة وسهلة. نعم، والأمور اللي أنا شايف إنها معقدة ومش قادر أعملها نسأل، نستعين بأهل الإيه؟ الخبرة بإذن والثقات. نعم، وباذن الله هتكون سهله وبسيطه، وخصوصا التخصص، انك انت ما تروحش لواحد ما شاء الله يبقى بيتقال عنه ابو العريف ترجع لحد ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا اداله جمع بين الحسنيين ان هو قدر يربي ما شاء الله لا قوه الا بالله طيور، وكمان ممكن مستقبلا يلاقي عنده حيوانات ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكده كده عنده بعض الحيوانات زي ريكس اللي بيظبط اي ضيوف ما شاء الله، وزي ما شاء الله القطه اسمها ايه؟ ده قطط ربنا يزيد ويبارك، بس في واحده دايما بتطلع مع حضرتك يا عم لو كده، لا ونمنمه وسمسمه. ايوه نمنمه وسمسمه واولادها ما شاء الله، مش عارفين نخلص بالله. تجربه الانتاج الحيواني وخصوصا منها ما شاء الله الدواجن والطيور على وجه الخصوص، وثانيا ما شاء الله حته انه يوفر من خلال قناة توفر في بيتك منوعات بداية الاكتفاء الذاتي لنفسه وللمحيطين به، زائد كمان من مخلفاته اللهم بارك طلع منها تغذية وتغذية عالية، والسماد اللي هيخرج نتيجة انتاج الدود ده ما شاء الله هيبقى انتاج عضوي آمن على الصحة، وبفضل الله عز وجل الكل ينتفع به. طبعا هنسيبه بجورية يقعد يستريح شوية، انا تعبته النهاردة معايا خالص، احنا صورنا فيديوهات كتير ربنا يبارك وتصوير كتير، وهاخد جده جولة كده سريعة على الدواجن بتاعتي وكلها، كل مجموعه تاخد جزء من الدود الابيض، لان الدود الابيض ده انا بقول لكم دايما انه بيدي للدواجن مناعه وقوه وحيويه، بيزود في الخصوبه. عايزكم تنتبهوا. طبعا الدود الابيض كانت مشكلته الكبيره هي انبعاث روائح الكريهه، دلوقتي شامم ريحه بقت اقل ما شاء الله. فاحنا بنشتغل باذن الله على تجارب كتير ان احنا نمنع الريحه ديت بشكل كبير جدا، وبدانا ننجح، ودي المفاجاه اللي هعملها لكم في الفيديوهات القادمه، ازاي ننتج الدود الابيض بدون رائحه، تكون رائحة بسيطة جدا تكاد لا تشعر بها، وده اللي بإذن الله بدأنا ننجح فيه بفضل برضو متابعي القناة. ربنا يبارك. حوكل طيوري ما شاء الله، ونقعد شوية مع بجورية. إضافة صغيرة صدق. إن في ما شاء الله من القنوات الناجحة اللي بيقدموا محتوى مشابه قالوا الجملة الجميلة دي، انت في بيتك كنز، فحافظ على الكنز ده، اللي هو ما تجيش تقول انا هيطلع من عندي شويه قشر بطاطس شويه قشر البصل، ده انت ممكن كمان في الزراعات الرأس بتاعت البصله اللي كل امهاتنا واخواتنا وبناتنا الطيبات اللي ما شاء الله هم طبعا المجتمع كله مش النص بس ما شاء الله، اذا قطعت الرأس دي وعملت معدل جميل زي من عند اخويا باسم، شويه فيرمي وشويه استخراجهم من خلال الدوده بتاعه تغذيتها دي، وحطيتها ما شاء الله في قصيص صغير ان شاء الله يكون طبق مهمل عندها، يعني حاجات من جوه برده البيت، زي ما احيانا بعضنا ممكن تيجي ترمي علبه السمنه، انا بتكلم كده مع اخواتي بصيغه المؤنث، يعني
بدل ما ترمي علبه السمن دي تقدري تستفيدي بيها، هل هتاثر من ناحيه الصدى ولا ما شاء الله هي متجلفنه ما تضرش الزرع؟ لا ما تضرش الزرع ولا اي شيء. جميل قوي. اذا حطت فيها شويه الفيرمي دول وقفنا عند راس البصله اللي هي قطعتها اللي فيها بعض الجذور، الراس دي بفضل الله مع الفيرمي هتبدا تنتج عندها بصلاي. مش محتاجه انها تزرع بصلاي، احنا بنتكلم في قناه وفر في بيتك. يبقى اذا من خلال الراس بتاعه البصله اللي هي اصلا كانت هترميها، ادي بدايه الكنز اهو في ان هي يبقى عندها بصلايه بتاخد منها الكرات مع الوقت، تدخله في السلطه، تدخله في الطبيخ بتاعها، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفي تجارب ناجحه كتيره جدا اللي بيشتغلوا بالبصل هو اخضر، عشان ده برضو حته الغلاء اللي بقت النهارده ما شاء الله بركانيه زي ما بيقولوا، مش الاسعار بتولع نار، لا دي بقت بركانيه خلاص. فربنا يعين الناس ويزيدها ويقدروا يخفضوا مصروفاتهم من خلال حاجات بسيطه اهو، بفكر بسيط اتكلمنا عنها في لافته لبعض الناس الناجحه اسمها كنز في بيتك، ما تهملهوش. حاول تحافظ على اقل الحاجات اللي بتخرج من بيتك، انك انت ما شاء الله لا قوة الا بالله تعمل لها اعادة تدوير تاني، ودي ما فيش منها اي مخاطرة، يعني ولا هيخاطر براس مال ولا هيخاطر ما شاء الله بان هو هيبدأ في مشروع كبير، لا ده علبة سمنة في البيت، جردة الايس كريم اللي هو الصغنن العلبة الصغيرة دي تقدر تحولها انها ان شاء الله تطلع بصلاي. كلنا نفتكر ايام ما كنا واحنا صغيرين في المدرسه ما كناش بندور على البيئه دي، كان المعلمين بتوع الزراعه بيعلمونا ان احنا نحط القطن نزرع عليه. فالنهارده مع ما شاء الله التقدم اللي احنا بقينا فيه ده والميديا اللي بقت ما شاء الله تواصلها يعني شيء عالي جدا في انتقاء المعلومات، في عندنا ناس بتتكلم عن حاجه في الزراعات الحديثه اسمها سيمي بونيك واكوا بونيك، دي زراعات مائيه يعني بدون تربه نهائي، اجيب الزرع واحطه على الفوم يعوم وهيبقى الجذور بتاعته كمان منتهى النقاء قدامي، بس ببعض معدلات معينه باضافات من محاليل زي مثلا ما شاء الله ذكرني اخويا اسمها مغذيات، اسمها مغذيات، المغذيات دي اسمها حاجات عاليه وحاجات انت ان بي كي مثلا، أيوة عناصر ايوه اللي اسمها عناصر عناصر كبرى عناصر صغرى، ايوه عناصر كبرى عناصر صغرى، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بحاجات محلول بسيط قوي زي ما هي بتعمل الشربات في البيت اللي احنا برضو ذكرناه في القناه وبناكد عليه. اخويا باسم ما شاء الله ربنا يوفقه ويزيده كمان وكمان، وربنا يبارك فيه وآل بيته ويحفظه بحفظه يا رب العالمين، هو القائمين معاه في كل الاتجاهات واللي متضامنين معاه في قناته ما شاء الله، بيعملوا من الفسيخ شربات، ربنا يرزقنا مثلهم الحاجات اللي وصلوا بيها للنجاح ده، واحنا كمان في تجربتنا هي دي اللي هتبقى بالنسبه لنا تجربه. نبدا مع الشفافيه نقول ادي المخاطره اللي كانت عندنا، واتفقنا انها هتبقى برضو بفكره بسيط عشان ما حدش يتكبد للي داخل وبيقول لا انا هخش في مشروع كبير. سامحوني ان كنت اطلت في الحته الصغيره على لافته كنز في بيتك، ما ترميش اي حاجه من عندك، واللي تقدر اخواتنا مجتهدات قوي كل الستات ما شاء الله عليهم يعني اساتذه في التدبير، يبقى من خلال الحاجه اللي كانت هترميها تحولها لحاجه تنتج عندها وهي امنه في نفس التوقيت وهي اللي عملتها بايديها، مع بقى فرحه اولادها تعالى حبيبي اتعلمك تسقي ازاي الزرعه الجميله دي وناخد منها ازاي النهارده الكرات، ده كده من ناحيه بصلايه. التوم اللي الناس مفكره ان التوم ده حاجه ضخمه قوي وهنزرع الراس كامله، لا ده فص التوم بنحطه في الميه لحد ما يطلع البرعم بتاعه اللي هو الزلومه زي الفول النابت، اول ما يطلع الزلومه دي بنروح حاملين بصبعنا كده في التربه بس وننزل فص التوم، مع الوقت ما شاء الله والرعايه زي الطفل الصغير هنبص نلاقي ان الفص ده بقى راس او اتنين او ثلاثة ما شاء الله، وبرده هنستفيد بالكرات بتاعه اللي هو الاعواد الخضراء دي في سلطه او في طبيخ. جزاكم الله خيرا حبيبي، ده جزاك الله خيرا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك يا طالب، احنا بنتربى على ايديك، احنا متشكر جدا على اللقاء الجميل ده، واتمنى كل متابعي القناه يستفيدوا زي ما انا استفدت ويتمتعوا زي ما انا ربنا رزقني بالمتعه الجميله دي، انا مش قادر اوصف لك مدى ادخال السرور في استقبالك ليا، جزاك الله خير وتجربتك باذن الله تكون تجربه رائده وهنتابعها مع بعض ان شاء الله، وباذن الله في انتظارين منتظرين منك مقاطع او يمكن انا اروح لك او نتقابلوا مع بعض او نشتركوا مع بعض على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يهدينا، ولكن في المجمل احنا منتظرين نتابعوا تجربتك عشان كل الناس تستفيد. في نهايه الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، عشان مع عبد الرحمن بتقول دايما بتخطفه، لا انا هقولها المره دي بالراحه. نعم. طب ما تقولها انت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش دايما كلنا نعمل اللايك المتابعه، طبعا انتوا بتقولوا عليه سبسكرايب، وما شاء الله الشير اهم حاجه الشير، عشان الناس البسطاء اللي زي اللي عايزين يعملوا حاجه كويسه ما شاء الله يجوا من خلال الشير ده، ونعمم ما شاء الله لا قوة الا بالله الخير اللي ربنا يزيده ويوسع عليه كمان وكمان ويرزقنا مثله ان شاء الله جميعا مش لوحدنا. انا بقالي سنين في اليوتيوب ما اعرفش اقول الكلمتين بتوعك، ربنا يبارك فيك، اكرمكم الله يا حبيبي، وبعد ما عندك مع السلامه.